كي وليني مع الدم يدير كيشوفني كي مريضه ولا شي حاجه كيبقى يبكي كيقول لي ماما لما تديا يا انا شكون غادي يهزني ولا شكون غادي يكون بيا ولا كنقول لوليدي راه خالاتك كيقول لي لا ما بغيت شي واحد انا بغيت كيقول لي انا بغيت ماما هي اللي تهزني ماما هي اللي كيقول لي انا نتمنى نموت انا قبل منك نتمنى نموت انا قبل منك تيا كيقول لي نتمنى انا ماما نموت قبل منك تما تموتيش تيا غير عام الاول توف عام الاول كنحل في الشرجم وكاين الكرياج كنقول انايا كنقول لولدي انا بغيت غير نموت تا ولدي كيجر فيا صافي ولدي كيقرا وكيجر فيا كيقول لي ماما لا ما تنتي شكون غادي يهزنا دير بخير لاباس رضا ديما شنو بغيتي الدواء ياخ بغيت الدواء شنو بغيتي تمشي للحمام ماما كمريضة بغيت تمشي للحمام انا دورت قلت لك ماما مريضة دوك شي ليا في الدار صافي دابا صافي حاجه رضا شنو بغيتي راك بغيتي الدواء الوغ بغيتي الدواء بغيتي الكروسه لا بغا الكوا الدواء والكروسه بارك الناموسيه تاي بغيتي الناموسيه باش ما يضركش جنيبيتك ها اقبالنا موسيقى السلام عليكم مريضة تزاد في 2001 تقريبا من تزاد تزاد لي في ميريز قمني تزاد هو مريض يعني ما خليت بيه تشي طبيب على وجه الأرض الأكسجين ما طلعش ليه للمخ الأكسجين ما طلعش ليه للمخ وتسبب لي في إعاقة صافي عندك الإعاقة ديالو بقيت لحد الآن بقى حق شحال دابا عنده 20 عام كيفاش عانيتي معاه كيفاش مسكين كيتحرك كيتزعزع كنت كندير الترويد كنمشي كندير الترويد كنركبو في ظهري كنديه ما كنخليهش في شي بلاصه شي سبيطار ما كنخليه بيه دابا كبر راه في عمرو 20 عام بواه مات في 2016 باش مات بواه وعندي تقريبا ثلاثه الوليدات وبنيه هي اربعه ما بقيتش انا كنهزو انا كدير هاد العمليه فاتحه ما بقيتش كنقد نهزو صافي دابا تكوانسه من رجلي تكوانسه من هذا مقاليدي عواجو ليه ما بقيتش كنقد ندوش ليه كيقول لك اي حاجه كتوعدو ما بقيتش كنقد ندوش ليه ما بقيت كنقد جنابو طابو ليه تسلخ لي اللحم ديالو تسلخ لي اللحم ديالو رجلي ما بقاش كيقد يسرح تسلخ لي اللحم من هنا تسلخ لي اللحم من هنا طابو ليه رجلي وانا بغيت نمشي غنخدم وندير العمليه ولا ندير شي حاجه ما عنديش باش غادي ما كاينش كادا دير باش غادي تمشي تخدم وغادي تخلي هو يا مريض في الدار وخوته صغار كيقراو وما كاينش كادا ندير كنتمنى المحسنين يعاونوني عليه ياخذوا لي غير شي ناموسيه ولا كان شي طبيب كيشوفني ولا كان شي حاجه وشاف هاد الوليد انا بغيتو ما بغيت لا فلوس لا حتى شي حاجه بغيت غير ولدي يدير لي غير العمليه بغيتو بغيت ليه كان شي ناموسيه حيت ولدي الحم ديالو كيبقى لي في حوايجو كيبقى لي في السروال ديالو من كثرة ما ناعس ملي ناعس ليل ونهار ما كيتصور دابا لقيت لك واحد الكلمه من كورونا مني بدات كورونا تقريبا هي عامين عمره ما فيها الدفه الا النهار مشيت جلبت ليه الجلبه ديال هذا اللي ديتو وجدته عمره ما هو جلبت ليه قلت انا تكون شي حاجه ولا نديه لشي طبيب ولا شي حاجه ما يبوش يدخلوني ولا شي حاجه قلت انا اللهم نجلب ليه يعاود يعكسوا ليا ولا شي وديته جلبت ليه وجدته دابا عامين هو ما كيفوتش الدفه هو جالس في الدار كنت دابا بغينا نعرفوا كيفاش كيقضي اليوم ديالو
بالنسبه للحلاق تجي عندو ما الحلاق كنت كنديه عند الحلاق نحس اللي نهزه في ظهري وديه دابا كبر ومع حوايج ولا كيضروا لحمو وكيضروا رجلي شريت لي انا غداك اللي كيحسنوا به كنحاول نحس ليها في الدار وصافي كما دارت لي الحسينه وصافي وجالسه في الدار ما كاينش كادن كنوكلو ونشربو وجالس في الدار كيتصنت الحكم الله طيحنا علينا الله علينا انا وياه الشيء اللي كاين دي معكم هذه الاوقات ديالنا كي كيشوفوا جول بشي سامه والفرحه ايوا مسكين هو ما عرف حتى شي حاجه هو اللي غادي ما عارف مسكينه كيضحك وكي ما عارف ما غادي يدير اش غادي يدير واخا كاع غادي يبكي ولا غادي راه كيجي الوقت اللي كيبكي وكيجي الوقت اللي كيبقى يتفكر كيف باه وكيبكي وليني ما عاد ما يدير كيشوفني كمريضه ولا شي حاجه كيبقى يبكي كيقول لي ماما لما تديا يا انا شكون غادي يهزني ولا شكون غادي يكون بيا ولا كنقول له وليدي راه خالاتك كيقول لي لا ما بغيت شي واحد انا بغيت كيقول لي انا بغيت ماما هي اللي تهزني ماما هي كيقول لي انا نتمنى نموت انا قبل منك تيا كيقول لي نتمنى انا ماما نموت قبل منك انت ما تموتيش تيا هادشي اللي كاين انا اللي عنده دابا تصور مريضه سيمانه قسم بالله كنقول انا الا مات تولدي من النهار الاول غيمشي يتحط في شي خيريه ولا في شي بلاصه ما كاينش اللي غادي يهزو من هنا تلي ما كاينش اللي غادي يشوف فيه ما كاينش اللي كيدخل علينا تا كاينش كيدق بابنا ويدخلوه يشوفنا جيعانين ولا شبعانين ولا واكلين ولا شاربين ولا يعني اربعه الدراري راه ما ساهلاش اربعه الدراري باش تعيش اربعه الدراري وما خداماش راه ماشي ساهله وكيقراو ثلاثه كيقراو هذا هو الرابع مريض تبغي تمشي تخدم باش تاخذ ليه الدواء باش غادي ما كاينش كي غادي دير بغيت تجلس في الدار ما باش غتصرف عليهم باش غتخلص ليهم باش غتشري لي الدواء باش يعني انا كنشوف الدنيا وجالس الحمد لله وشاكرا تيحن الله عليا وصافي دابا انت اللي قايمه بها رشيد انا اللي قايمه بها كلشي انا كنضل معاه ونبهف معاه على مرض مقابلة راه دابا ضاري نص سنين مريض بيهم لحمو تساخ ليه طاب ليه اللحم من كثرة النعاس كيضل ناعس ويبات ناعس دابا واحد الجهة ما كيقدش ينعس لا كينعس على جهة وحدة اللحم ديالو ولا كيتسلخ ليه اللحم ديالو ولا كيتسلخ ليه واش غندير انا ما عندو دابا ناموس ميديكال شوية تخفف عليه شوية ما عندوش اخويا ناموس ميديكال ما عندوش حدا المضربة شريتها ليه تلقط شريتها ليه هو اللي كينعس عليه صافي ما عندوش ناموس ميديكال ما عندوش دابا الدواء قايت عليه مارش حلو وانا قايت عليه الدواء ديال الاكسجين ديال المخ قايت عليه مارش حلو وانا قايت عليه ما بقيت كنشري ليه ما عرفت كيدير شي 8000 ريال ولا شي 4 الباطات في الشهر كيدير شي 8000 ريال انا ما كنش كل شهر تشري كل شهر خاصك تذبحهم ليه لا عاد تشري ليه مره وتخليه ما تكملش ليه بحال شي حاجه ما درتها خاصني دابا نشري ليه دائما نشري ليه ما خاصو يبقى دائما ما يقطعوش هو اللي كيخلو دابا كيشدوا بعض المرات كيشدوا الكريز بعض المرات كيشدوا الكريز كيغيب مره كيشدوا داك الكريز وكيغيب حيت داك الدواء ما كي بالنسبه كيما سمعنا الدوش مسكين بغا يدوش ما لقاش اللي ايه ما كاينش لا ما كاينش كيديروا عندنا حنايا الحمام غير صغير ما كاينش كدير تقدر تدوره كل تسرحوا مثلا في الحمام غضحك ليه الحمام تاع الزنقه ما كيخلونيش ندير الحمام تاع الزنقه حبسوني خلوني ندخل ما مشيتش خمسه الحماحم ولا سته قال لي ماما وين مشيت للحمام ما مشيتش خمسه الحماحم ولا سته حتى واحد ما بغى يدخلوا لي الحمام علاش ما كتبينيش قال لك لا يكون يعرف قلت لهم راه ما كيعرف مول مجبد ناس تاع يخو قلت لهم قاعد يقرب الحمام يخو ودي قال لك لا ما يمكنش مش عاد تسيري شي خمسه الحماحم ولا سته حتى واحد ما بغى يدخلوا لي الحمام بالمتطلبات ديالك دابا هو عنده شي امل بعدا في العلاج وعنده امل شي عمل واش كنقول لك خويا دابا شي 4 سنين تقريبا كنت كنجربي على اطباء العظام داكشي كيقول لي عنده خاصو عنده العمليه على رجلي على السلسول تاع الدار ولا اني انا ما عنديش حيت العمليه غاليه ما عنديش باش غندير صافي خليته المبلغ ديال
والعملية راه تقريبا غير على رجلي شي 9 مليون. كان كيقول لي على الطبيب صورته قال لي تقريبا شي 9 مليون العملية ليه رجلي باش يتسرحوا، حيت رجلي دابا ما كيقدش يسرح. مثلا الحمام كان وين دوش لي ما كيقدش يسرح لي، كيولي غوض ما كيقدش يسرح لي. بقاو متنيين دابا بقاو متنيين كيبقاو متنيين، ما بقاش كيقد يدير دابا ليكوش، ما كنديرو لي غير بز ليكوش، ما كيقدش يفرق رجلي باش كندير لي ليكوش. كيتالم فيك شي كيتالم كيبدا يبكي وداك الشيء ما كنقدش ندير ليكوش بز حتى كندير ليكوش. واش طلبات واش كنقول لك كنطلب انا يساعدوني المحسنين، كنطلب الله سبحانه وتعالى والمحسنين اللي كيشوف فيا وكيشوف فيه. هو يتيم ميت لي باه ما مكاينش، انا غدا مشيت غدا نخدم ولا غدا باش غدا نجيب غندير العمليه ولا غنشري الناموسيه ولا غنشري لك كروسه، خاصه كروسه بحال دوك اللي كيكونوا يديروا ما عنديش باش غدا. انا بغيت غير شي واحد ياخذ ديالي غير كروسه وناموسيه وتعاون معايا عليه على العمليه ندير عليه على رجلي باش ولا غير يسرحهم ولا شي حاجه ولا الترويض نولي ندير الترويض ولا سرح رجلي. هادشي اللي كان هادشي اللي كنطلب، غادي دير بعض الاولاد ماشي ساهله باش غادي تعيش ربعه الاولاد وايتام وميت لي باهم وما خدامش. شدني انا الاكتئاب تصور قسمي بالله على العظيم، علاش مره كنحل الشرجم وكنبغي نتلاح من ولادي كيبقى يجروني كيقول لي ماما انا متينتي شكون غيبقى عندنا. كيبعث المرسى كنقول غير نموت ما عنديش علاش نبقى عايشه في الدنيا. كنبقى نفكر كنقول انا ولدي لما مت ولدي الاخرين برجليهم هذا هو معدو لا رجلي لا والو، فينا بلاصه غادي فينا بلاصه غادي زعما فينا بلاصه غادي يمشي، ما كاينش اللي غادي يهز وكرش عطينا. نستغفر بالله واش توصلت بك الدرجه قسمي بالله على العظيم ثلاثه المرات ثلاثه المرات قسمي يمينا الى ثلاثه المرات الى كنبغي غير عام الاول توف عام الاول كنحل في الشرجم وكنلقرياش كنقول انايا كنقول ولدي انا بغيت غير نموت. تا ولدي كيجر فيا صافي ولدي كيقرا وكيجر فيا كيقول يا ماما لا ما تنتي شكون غادي شكون غادي يهزنا ولا شكون غادي يكون بينا صافي. وجاو الناس وطلعوا تجمعوا لي شي ناس كون سمعوني كنغوت صافي عاد بقاو يصبروا فيا وبقى كيرشوا عليا في الماء وصافي صافي. دابا شدني انا الاكتئاب شدني الاكتئاب ما من هاد الماشي من هاد الماشي كنطلب اخويا المحسنين هاد الدري كان كياخذوا ليا شي ناموسيه وكروسه. عندي ولاد كيقراو بعيد عندهم الترونسبور، كنتمنى كنتمنى شي واحد يكري لي غير قريب للمدرسه ولو غير بويت واحد غير تيشد ولادي حتى العام الجاي ولادي يشدوا العطله، حيت انا ما عنديش باش نخلص لي يوميا كيمشي اربعه المرات ويجوا في النهار كيقراو في حاج فاتح بعيد وكذا اربعه المرات في النهار. كنتمنى غير حتى العام الجاي غير يشدوخه غير بويت غير بويت. انا صبيت على ما ولادي يشدوا العطله هاك الساعه تاع دي فرشلي.